يعطيكم العافية. اليوم راح ناخذ تطبيق على الماس. خلينا نشوف ايش ممكن راح نعمل اشياء في الماسك. مثلا هذه حركة مثلا لانترو، لا ممكن اسم حدا، اسم مثلا شعار لمؤسسة، ممكن تعمل عليه زي ما بيعملوا ألوان. شوف كيف ممكن تنعمل. أول شي بتعمل كومبوزيشن، هعمل اسمها هسميه جازة. خليه 10 ثواني وأعمل إيش. أوكي، إحنا طبعا شفنا كيف بالصور، هلأ رح نشوف كيف بالنص. أنا إجيت كتبت جازة، انا كتبت النص تبعي، بدي اجي اكبره وبدي احط الانكر بالنص تبعي على النص، وهيك كل الاعدادات صحيحة. اول اشي راح اكون محدد اللاير اللي انا بدي اعمل عليها الماسك، واعمل عليها ايش. ايوه منها هاني، انا حطيت الماسك تبعي وصار موجود. بدي اجي اعمل، انا بدي يعين 3 ثواني يكون هيك شكله، وعند هادي يكون مش موجود. بدي اجي لو انا اجيت، طب انا عشان اعمل حركة منيحة ايش راح اعمل؟ في للحواف الها فيذر، الها ايش نعومة. الوقت صارت عندي ايش. طيب انا كيف بدي اعمل الالوان اللي بتكون مع بعض؟ بدي اعمل الها اللير كنترول سي كنترول في كنترول سي كنترول. هرويت اول واحدة هنا بدي اغير لونها، اخليها ابيض، وهادي هي هذا اللون، في كمان هادي اللون الاخضر. لو انا اجيت في شي مبين، انا ايش بدي اعمل؟ اللاير هادي بدي اسحبها شوية، وهادي بدي اسحبها هيك. شوف كيف راح تصير. هذا تطبيق بسيط عن الماسك بالنصوص. هذه تطبيق، وبتمنى انه كل شخص فيكم، هعمل واجب انه كل شخص يكتب لي اسمه ويعمل بهذه الطريقة. ويعطيكم الف عافية.